انا ودار فاي ساكن هنايا وندمت على شريت هنايا كاع ما نكذبش عليك لان ما مخدوم لا دروبه لا منين شريت انا فوقا شريت في 2006 ومازال دروبه ما مخدومين. الطريق عندنا مكرفصه ما كيبغي حتى شي واحد يجي عندنا. شي طاكسي كتقول له ادينا لهنا ما كيبغيش كتقول له كنروح عندكم الطريق محفره. حتى واحد ملي شتا ما كنخرجوش. الفيضان حدا من الطريق جايه من الجامع الكبيره حتى للواد ما كنمشيوش ولا انا مكرفصين. دابا الا مشيتي تصور دابا في هذا القنت هذا وتزيد شي شويه لقدام غتشوف تماك شي شوف تماك الفاري ودابا ملي كطيح الشتا ولا ما كيبغيش كاع مول الطاكسي ولا صحاب الحديد ما كيبغيوش يدخلوا في هذا القنت. عاود هضرنا وعاود هضرنا المال كياكلنا في هذا الطريق كنضربوا حتى الوزنين ولادنا في مكرفصين في المدرسه راه عينا ما نهضروا ما كاينش اللي داها فينا ولا البلديه ولا ما كاين حتى حاجه كاع. لا المسؤولين لا هادي كيوقع شويه الشتا كتوقع الفيضان هنا الطاكسي كيتهربوا كاع ما كيبغوا يدخلوا عندنا الرفايف هنايا قوات الغيوسات والدروبات والقلتات كيشدونا الماء والشباب ضايع ما خدام ما ردام. دابا هادي سبع سنين وما كيقول لي صوبوا الرفايف حتى حاجه ما صوبوها والله الرفايف كامله مكرفصه والدين عليها الناس واحد الحاجه ما مزياناش فهمتي اخي عزيز والناس ديما كيتشكاو باش يصلحوا الرفايف ساعه والو ما شفنا حتى حاجه منه. كيجيو في الانتخابات بالغ الانتخابات ما عمرنا شفنا حتى واحد كاين التيران ديال الدراري الصغار ما كاينش وكاين بزاف كاع المرافق حنا ما عندناش هنا صبنا الطريق يشطبوا لنا هذا الزبل كل الواد عندنا خانز وكيعاهدونا كيجيو يشطبوا ما عمرش شطبوا لنا هذا الواد هذا ما عنده لا تيران لا الجرده لا هادي كيغلي هنا في الدروبه حتى كيروح ما عنده فين يمشي. جزاكم بخير نقدونا. خصي الشباب ما خصوش يضيع والدراري واعيين هذا الشباب اللي طلع دابا واعي ما كلشي. شنو هما الحوايج اللي تبغيهم يكون عندكم هنا في هذا الحي؟ بغينا التيران بغينا المعامل فين يخدموا ولادنا المصانع ماشي غادي يبقاو ولادنا ضايعين هنايا. حنا وزنا الايام ديالنا وحنا ولادنا هذا اللي جايين اش غادي يديروا؟ الكرا كتقول شي واحد اجي تكري كيقول لك ما عندكمش الطريق ما نجيبش. شي طاكسي البارحه قال لي عندكم الطريق محفره انا غير حشمت ما نديكش. قلت له علاش؟ قال لي عندكم الطريق محفره بزاف اقبح بلاصه هي عندكم في هذا الرفيف. يلاه شي طاكسي الاخر ياسي ما تجي عندنا انا مرضك شي واحد ما كانش ليديك. فاش كيبغيو يخرجوا الاولاد ديالكم يلعبوا فين كيمشيو؟ الزباله ما عندناش حنا شي حاجه. الواد ها موسخ الدراري مساكن دابا هنا كانوا كيلعبوا الكره ما بقاوش كيلعبوا الكره كاع في خطره. خصهم دابا يمشيو مسافة باش يلعبوا الكرة. كيبقى فيا الحارة تريتي 55 دابا في اللاج ديالي 55 في اللاج ديالي وضارب 32 عام سربيس كيبقى فيا الحال علاش ما كيبقاش فيا الحال؟ دابا إذا لقيتي اللي يشري منك الدار حل ولا لا؟ أنا ما نكذبش عليك راه داير اللي نبيع غير العقار طاح وما نبيع والناس كيجيو لبرنا كيلو حنا الزبلنا حنا راه مرضنا ولادنا هنا بالزبالات هذا ما كيتلقاوش حنا براسنا كنقيو شي راسنا ما كانش اللي يعاوننا. يعني الرفايف كلمه شو تقدر تقول عليهم؟ الرفايف حنا من الواد الهيو وسمحوا فينا ما عايشينش بحال الناس في المدرسه وقت المدرسه واش ما كتمشيش الدراري الصغار ما كيمشيوش القنطره كتكون عامره بالماء هنا. دابا الا مشيتي لقدام شي شويه تشوف الحفاري وتشوف بزاف الحوايج والناس راهم عيا ويتشكاو والو اخي عزيز ها الكراج تاع عباد الله دايرين الكرا تاع الضي كتقول له تكرينا كيقول لك لا عندكم الطريق خايبه وعندكم الزباله الخنزنة ماشي الخنزنة الخنز ولادنا كاملين حنا ولادنا حنا مغاربة كاملين هادو راه ولادنا ماشي غير ولدي ولاد ها الدري عندي أنا 50 ضرب في الجامعة راه ضيع اللي عنده شي واحد كيدي هو غوتو ليك ما دوز القنيطرة دوز سيمانة هو في السونتر ديال القنيطرة ديال البوليس ضايع ما خدام ما ردام اش الملك حنا واكلين ياكل ما مشيت انا للارمي كون ما عنديش طاقه عاود اش غياكل ولدي. حنا كنطالبوا منهم حاجه بسيطه يقادوا غير الطرقان هي فين تمشى عباد الله بحال هادو يكونوا كيكوروا كون نادي هنا يلعبوا الكره علاش ما يبقاو ضايعين وهذا الشيء اللي كاين اخي وكنتمناو المسؤولين يتنطوا لينا. قول لي شنو كتبغيو يديروا لكم في الرفايف؟ فين كتلعبوا في اوقات ديال فاش كيجي فيضانات ما كنلعبوش كاع غير في الدار نلعبوا غير هنا في الشانطي كنوا بلا دايزه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.